السادس من أيار يوم يختزل تاريخ شعب بأكمله، شعب لم يبتلع ثمرة الظلم عبر سنين هذه الأرض، ثمار الظلم والإرهاب، كسر قيود الاستعمار ولم يهادن محتلاً ولا حتى ظالماً، وذلك بفضل تضحيات رجال أخذوا من الدفاع عن وطنهم عقيدة والحفاظ على سلامه بوصلة لا يمكن أن يحيدوا عنها. تعود ذكرى عيد الشهداء إلى السادس من أيار لعام 1916، حيث علق السفاح جمال رقاب الأحرار من نخبة المثقفين والسياسيين العرب في دمشق وبيروت على أعواد المشانق، ليطلق فيما بعد اسم ساحة الشهداء على كل من ساحتي المرج في دمشق والبرج في بيروت. ولعيد الشهداء اليوم في سوريا خصوصية لا تشبه أي بلد حول العالم، فترابها عبر سنوات الحرب الست عليها تعطر بدماء شبابها المؤمن بوطنه الذي قدم روحه لتبقى سوريا منيعة في وجه إرهاب أسود لم يميز بين الكبار والصغار، الحجر والبشر، الأطفال والنساء والشيوخ. أمام تفاصيل هذا المشهد ككل، كانت إرادة الشعب السوري المستمدة من تضحيات رجال الجيش العربي السوري مثالاً في الصمود. واليوم في عيد الشهداء كل الرحمة لعيون غفت للأبد، لقلوب آمنت بسوريتها فكانت حياتها فداءً لطهر تراب الوطن. كل الرحمة للشهداء من مدنيين وعسكريين وإعلاميين وعمال من مختلف القطاعات، وإن غادرتمونا جسداً إلا أنكم أحياء في ذاكرتنا لن تغيبوا عن وجدان كل سوري، فلأرواحكم وحدكم يقوم الوطن لينحني إجلالاً لأرواح أبطاله وتغيب الشمس خجلاً من تلك الشموس.